العالم هو مكان معقد، هناك الكثير من البشر الذي يعيشون فيه، لغات، عادات وتقاليد، ثقافات وديانات مختلفة التي ليس من السهل علينا إدراكها، لكن إذا قمنا بتقليص عدد سكان الأرض من هذا الرقم المعقد إلى 100 شخص فقط، مع مراعاة النسب والإحصائيات المعمولة لتمثل العالم الحقيقي الذي نعيش فيه، سيكون الاستيعاب أفضل بكثير. وهذا هو موضوع هذا الفيديو، ابقوا معنا. أهلا بكم. نبدأ بالجنس. نصف هؤلاء 100 شخص سيكونون ذكورا، والنصف الآخر إناث. الغالبية العظمى منهم سيعيشون في قارة آسيا بعدد 59 شخصا، مقارنة ب16 شخصا في إفريقيا، 10 في أوروبا، 8 في أمريكا الشمالية، 6 في أمريكا الجنوبية، وواحد فقط في أستراليا. 19 شخصا سيكونون صيني الجنسية، 18 هنديا، 4 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية، 3 إندونيسيين، 3 برازيليين، وشخص مصري واحد. باقي 52 شخصا سيكونون من حملة 222 جنسية أخرى. أما بخصوص الأعمار، 9 أشخاص سيكونون تحت عمر 4، 17 شخصا سيكونون ما بين 15 و14، 16 شخصا سيكونون ما بين 15 و24، 16 آخرون سيكونون ما بين 25 و34. وهذا يعني أن 58 شخصا سيكونون تحت عمر 35، 20 شخصا سيكونون ما بين 35 و49، 14 شخصا سيكونون بين 50 و64، وأخيرا 8 أشخاص فقط سيكونون فوق عمر 65. أما بخصوص الديانات، 32 شخصا سيكونون من أتباع الديانة المسيحية، 23 مسلما، 15 هندوسيا، 7 بوذيين، 8 أشخاص آخرون سيكونون من أتباع باقي الديانات الأخرى، و15 شخصا سيكونون بلا دين أو ملحدين. اللغة الصينية ستكون اللغة الأكثر استخداما بمجموع متحدثين يساوي 14 شخصا، تليها الإنجليزية ب13 شخصا، 8 أشخاص يتحدثون الإسبانية، 7 أشخاص يتحدثون اللغات الهندوستانية، و5 أشخاص يتحدثون العربية. باقي 53 شخصا سيتحدثون أكثر من 7000 لغة مختلفة. الغالبية العظمى سيستطيعون القراءة والكتابة بمجموع 86 شخصا، و14 شخصا سيكونون أميين. 90 شخصا فقط سيملكون ماء صحيا ونظيفا للشرب، بينما 10 الآخرون للأسف لن يملكوه. 62 شخصا سيملكون وزنا صحيا، 11 شخصا سيعانون من سوء التغذية، شخص سيعاني من المجاعة، بينما 26 الآخرون سيعانون من السمنة، 8 منهم سيعانون من السمنة المفرطة. 21 شخصا لن يملك المأوى المناسب للعيش، وشخص سيكون مشرد. باقي 70 شخص سيملكون مأوى مناسب إلى حد ما. 60 شخصا فقط سيملكون القدرة على استخدام مرحاض نظيف، على عكس باقي 40 منهم. 15 شخصا لن يملكوا مرحاضا البتة، وسيذهبون إلى العراء لقضاء احتياجاتهم. 54 شخصا سيعيشون في المدن، والباقي سيعيشون في الأرياف. 9 أشخاص سيكونون بلا وظيفة، والباقي سيكونون على رأس عملهم أو متقاعدين. 58 شخصا سيكونون متزوجين، والعمر المتوسط للزواج سيكون على عمر 32 للذكور و29 للإناث. 15 شخصا سيكونون من مدخني سجائر، وبالصدفة نفس الرقم سينطبق على عدد الأشخاص الذين سيملكون وسائل نقل خاصة بهم. الغالبية العظمى سيستخدمون اليد اليمنى للكتابة بمجموع 90 شخصا، و10 أشخاص سيستخدمون اليد اليسرى. 73 شخصا فقط قد أنهوا أو سينهون المرحلة الثانوية من المدرسة، والباقي لن يتمكنوا من ذلك. وبشكل مفاجئ، 7 أشخاص فقط سينهون المرحلة الجامعية من أي نوع كان، ولكن هذا لن يمنعهم من امتلاك هاتف محمول، بعدد 80 شخصا بهاتف محمول، والباقي لن يملكوا واحدا. نعم، بشكل غريب جدا عدد الأشخاص الذين يملكون هاتفا محمولا أكثر من عدد الأشخاص الذين يملكوا مرحاضا صحيا.
42 شخصاً سيملكون القدرة على الاتصال واستخدام الإنترنت. وبالحديث عن هؤلاء الـ42 شخص، 26 شخصاً منهم سيملكون حساباً على الفيسبوك، 17 شخصاً سيملكون حساباً على اليوتيوب، وأربعة أشخاص سيملكون حساب تويتر. لكن من أغرب المعلومات التي تخص هؤلاء 100 شخص هي التي تتعلق بالمال. 71 شخصاً سيحصلون على راتب شهري أقل من $800. 12 شخصاً منهم سيعيشون بأقل من $2 لليوم الواحد. 21 شخصاً سيحصلون على راتب شهري بين $800 و$8,000. 7 أشخاص سيحصلون على راتب شهري بين $8,000 و$80,000. وهناك شخص واحد سيحصل على راتب شهري أكثر من $80,000. هذا الشخص سيكون غنياً جداً، حيث أنه سيملك وحده 50% من جميع المال في العالم. 9 أشخاص الذين يلوه سيملكون 35% من جميع أموال العالم. 20 التاليين سيملكون 12% من أموال العالم. هذا يعني أن 70 شخصاً، أي الغالبية العظمى، سيتحكمون فقط بـ3% من أموال العالم. أخيراً، شخص واحد سيكون مصاباً بالإيدز، شخص آخر سيكون لاجئاً وسيضطر إلى مغادرة وطنه، وشخصان اثنان سيكون اسمهما محمد، الذي يعد الاسم الأكثر استخداماً في العالم. شكراً لمشاهدتكم. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر أعجبني، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.